بسم الله. الدرس ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون على اشاره ديال المنع. اول حاجه نتعرفوا على المنع. المنع هو علامه لشكل ديال دائري والاطار احمر، وكتطبق ابتداء من عند العلامه حتى المنطقه ديال الطرق، ولا حتى تلقى علامه ديال نهايه المنع. داكشي باش كنسميو اشاره وضع، يعني إشارة وضع يعني ابتداء من عند العلامة. كنا الدرس اللي فات شفنا الإشارة ديال الخطر اللي قلنا عليها إشارة متقدمة داخل المدينة 50 متر غنلقاوها، ولا خارج المدينة 150. وهنا الإشارة ديال المنع غتكون ابتداء من عند العلامة، يعني كتعتبر إشارة وضع. ممنوع العربات ذات المحرك، يعني ملي كنقول ممنوع العربات ذات المحرك يعني ممنوع عليهم باش يدوزو من ديك الطريق. إذا سولوني على الشاحنة واش ممكن تدوز، واش ممكن أنها تدوز في ديك الطريق؟ لا. ملي كنقول العربات ذات المحرك يعني راه جمعت كاع العربات ذات المحرك. ممنوع على الشاحنات المرور من الطريق، يعني هاد العلامة هادي راه ما كتعنينيش. ممنوع الدراجات العادية النارية، ممنوع الدراجات النارية، ممنوع الدراجات السريعة اللي كتعدى الأسطوانة ديالها 50 سنتيمتر كيوب، يعني اللي كتعدى السعة ديال الأسطوانة ديالها 50 سنتيمتر كيوب. ممنوع العربات والدراجات السريعة، ممنوع العربة المدفوعة بليت، ممنوع العربة المجرورة للحيوان، ممنوع الجرار اللي هو الآلة الفلاحية، ممنوع على الراجلين، ممنوع تعدى 60 في السرعة. يعني هنا حددوا لي السرعة باش غادي نمشي، يعني 60 قل ما نفوتهاش. ممنوع تعدى 80 في السرعة مع تذكير. شنو هو التذكير؟ هاد العلامة الصغيرة اللي تحت اللي هي علامة تكميلية كتبين فيها التذكير، يعني هاد العلامة راه فايت ليا شفتها قبل وغادي نعاود نطبقها بعد. يعني أنا ملي كنلقى التذكير تحت العلامة كنعرف بلي راه العلامة كانت قبل وغادي تطبق بعد. يعني هاد تحديد السرعة 80 خاصني نمشي ب 80 لتحت، ما خصنيش نفوتها. نشوف الاحتمالات اللي دار ليا 80 لتحت نجاوب عليهم، ولكن ما نفوتش 80 في السرعة. ممنوع الشاحنات اللي كيتعدى الطول ديالها 10 متر باش تدوز. يعني حنا دائما البلاكة المنع كنقراها كتعدى، يعني شاحنة الطول ديالها 10 متر راه تدوز، ولكن اللي كتعدى 10 متر ما غاديش تدوز. الحديد اللي كيتعدى في العرض 2 متر ما يدوش. يعني هذه كتحدد لي الطول وهذه كتحدد لي العرض. الحديد اللي كيتعدى في العلو 3 متر ونص ما يدوش. الحديد اللي كيتعدى 5 طن في الطراء والطوناج ما يدوش، يعني في الوزن اللي كيفوت 5 طن. هنا دايرين تي وهنا دايرين طن، يعني طراط طناج، يعني في الوزن والحمولة اللي كيفوت 5 طن ما يدوش في الوزن والحمولة. يعني ممنوع عليا ندور على اليمين، ممنوع عليا ندور على اليسار، ممنوع عليا ندير نصف دور. هاد العلامة فيها سهم احمر جهتي وسهم ازرق الجهة الاخرى، يعني كتقول لي راه ما عنديش حق الاسبقيه، انا السائق اللي جاي في اتجاه معاكس هو اللي عنده الحق باش يدوز. هاد العلامه كتقول لنا ممنوع التجاوز لجميع الحديد اللي عنده محرك، يعني انني ما ندوبلش عربه شاحنه حافله جره، تيبقى عندي الحق انني ندوبل دراجه عاديه ولا ناريه، وكيف انا ما ندوب ما نتجاوزهمش حتى هما ما يتجاوزونيش. هنا كتخص سائق الشاحنه اللي ما عندوش الحق يتجاوز، ممنوع عليه باش يتجاوز.
اما هاد العلامه انا ما كتعنينيش الا كانت لا العلامه مطلوب مني واش يمكن ليا نتجاوز العلامه عطاتني نتجاوز تيبقى نشوف الطريق واش ما كاينش شي واحد داير السينيال ممنوع المرور يعني هذيك الطريق راه هي كيجيو منها ما كاينش تدوز نتايا ولكن اللي يجي في اتجاه معكس راه يدوز ممنوع المرور في اتجاهين يعني ما عندوش من ديك الطريق حتى داك اللي يجي في اتجاه معكس ما عندوش الحق يدوز ممنوع المنبه الصوتي ممنوع السيارات اللي هي تتهز مواد قابله للانفجار ممنوع الحديد اللي كيهز مواد كتلوث الماء ممنوع ليا نخلي قل من 70 متر في مسافه الامان يعني انا حددوا ليا 70 متر اللي خصني نخلي بيني وبين العربه 70 متر مسافه ديال الامان خليو 70 متر قل لا ممنوع التوقف شنو هو التوقف هو نخرج كاع نغادر السياره ديالي هذا هو التوقف ممنوع ليا نتوقف يعني ممنوع ليا انني نغادر السياره ديالي ونخرج الى ليا في السؤال واش مسموح ليا الوقوف نعم شنو هو الوقوف نبقى في السياره نحط ولا نهز راكب ونزيد بحالي ولكن هاد العلامه منعت عليا التوقف من ابتداء من عند العلامه حيت كنا على اشاره وضع على طول الرصيف فاش كاينه العلامه حتى نفوت الملتقى الطرق هادشي لما لقيتهم عاودوا حطوا لي البلاكه ثاني داروا لي تفعه التذكير ولا شي حاجه يعني ممنوع ليا انني نتوقف ديما تفكروا التوقف راه هي مغادره العربه سديتي او خرجتي هذاك هو التوقف ممنوع الوقوف والتوقف يعني ما نغادر سيارتي ما نحط ولا نهز والو ممنوع التوقف قبل السعر اللي كيكون لتحت كيقصدوا ليا هاد العلامه راه منعات عليا التوقف قبل يعني قدامه الى سولني واش مسموح ليا التوقف بعد غنقول ليه نعم علاش لان هاد السهم اللي كيكون لتحت كيتسمى نهايه المنع ديال التوقف يعني انا لا سولوني عن التوقف بعد غنقول لهم نعم ولكن قبل ممنوع ليا التوقف بعد السهم اللي كيكون فوق بعد يعني ابتداء من عند العلامه على طول الرصيف حتى نفوت الملتقى كاينه العلامه اللي فيها السهم الفوق وسهم التحت هذيك ممنوع التوقف قبل وبعد يعني قبل ما نتوقفش وبعد ما نتوقفش وكاينه علامه اللي فيها سهم على اليمين وسهم على اليسار هذيك ممنوع التوقف على اليمين وعلى اليسار تذكروا مزيان راه الا كانت هاد العلامه وطلبوا منكم الوقوف راه مسموح لكم لان هي ما عندهاش علاقه بالوقوف هي كتمنع التوقف ماشي الوقوف وتذكروا ان التوقف راه هو مغادره العربه سديتي او مشيتي والوقوف راه كتبقى تتحط ولا كتهز وتزيد فحالك يعني هاد العلامه ممنوع علينا التوقف الدرك واجب عليا نوقف الشرطه واجب عليا نوقف جمارك واجب عليا نوقف وحاجز الدنش واجب عليا نوقف وبهذا نكونوا نهينا ان شاء الله هاد الدرس وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش تصلوا بالجديد دمتم في رعاية الله وإلى درس قادم إن شاء الله.